أولا إحنا لدينا مصادرنا الخاصة بحول النقل الإرهابي من إدلب، هو نقلهم من أولا من ليبيا إلى سوريا، وبعد ذلك هي كلها موثق لدينا، وبعد ذلك عودتهم من سوريا إلى ليبيا. الآن تعلم معركة اليوم فيها مجموعة كبيرة جدا من جبهة النصرة، معركة اليوم من جبهة النصرة مجموعة كبيرة جدا، حوالي أكثر من 200 شخص شاركوا، تقريبا حوالي 220-230 شخص شاركوا، كلهم تم نقلهم من إدلب. الجيش السوري الآن بدأ يتقدم بشكل جيد في إدلب، وبدأ يحصر في الإرهابيين داخل تركيا.